السلام عليكم، معكم محمد من دكتور هيكلينك. اليوم معنا صديقنا الرائع السيد فؤاد من المغرب، أجا على عيادتنا وعمل عملية تكميل المعدة. اليوم آخر يوم له في العيادة وحنودعه للمغرب، بس قبل ما يروح بدنا نودعه في بعض أسئلة زي هيك حتى نشوف شو رأيه في عيادتنا وفي خدماتنا. سيد فؤاد، اليوم آخر يوم لك معنا هان، احكي لنا كيف تجربتك في العيادة. أهلا وسهلا أخ محمد، أعرف بنفسي أولا، فؤاد من المغرب. شو بدي أقول لك، والله العظيم كنت في عذاب أليم. نصحوني أصدقائي لي في المغرب، أنا عيادتكم والحمد لله جيت بدون تردد. أقسم لك بالله العظيم ما لقيت إلا أكثر من كنت ما يعني أكثر من كنت ما أكثر يعني أكثر من ما كنت متوقع. عناية، ترحيب، وكأني في وسط عائلتي صراحة، من يعني من الشوفير إلى العيادة إلى الأوتيل إلى الأخ محمد اللي عمري ما أنساه، والطاقم كله بشكركم كثير واحد بدون يعني كل واحد اسمه، بشكركم جزيل الشكر. طبعا استاذ فؤاد، احنا زي ما خبرناك حنتابع معك عبر الواتساب في كل المستجدات معك. لازم انت تستمر في التمارين اللي خبرناك فيها في المخطط الغذائي، واذا عندك اي مشكله تواصل معنا. طبعا الحمد لله ثلاث ايام ولا اربع ايام احس روحي والله العظيم يعني تغيرت كثير. الحمد لله. شو تحب تحكي رسالة لأهلنا بالمغرب باللغة الدارجة؟ اللغة الدارجة كنقول لكم يا المغاربة، رحنا الحمد لله العلم يعني كيبقى واحد في العالم كامل، والله العظيم إلى ذاك الشيء، مع أنني كنت في حالة خطيرة كنقولها كنعودها، حالة خطيرة. مهم كيعود لفضل الله سبحانه وتعالى والبروفيسور أستاذ حسن والطاقم الكامل، والحمد لله يعني دازت وخدت شوية قصحة، ولكن الحمد لله. هذه هي الحمد لله. شكرا لكم. باي باي. شكرا لكم.